طب خلينا نرجع مرة تانية لدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم معنا. وخليني أهلا بك يا بسنت. الحقيقة مصر بتبنى بالعلم في الجمهورية الجديدة، 6 مليون يتحرروا من أمية من 2014 حتى الآن. تأكيد فخامة الرئيس في أكثر من مشهد، وحس أحد المجندين على ضرورة حصوله على شهادة محو الأمية وتعليمه للقراءة والكتابة، إن دل فإنما يدل على وعي القيادة السياسية بهذه القضية الجوهرية الحيوية، وأن تأمين الوطن بالعلم لا يكلف الأهمية عن تأمينه بالسلاح. تكريم فخامة الرئيس لأيقونة مصرية سيدة تعدت 87 سنة وتتحرر من الأمية في ظل ضعف بصرها واحتلال صحتها، ده بيعكس قدرة المصريين على التحدي، وإن المصري قادر، المصري لا يعجزه إلا الموت، قادرين نصنع الفارق في كل المجالات إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. طيب إحنا بنستهدف عدد قد إيه يا فندم لمحو أميتهم لو قلنا إن شاء الله بشكل عام؟ إحنا الكمية المتبقية لغاية 20-30 إن شاء الله، قبلها بسنة إن شاء الله نكون مخلصين بإذن الله تعالى. ان شاء الله يعني احنا السنه دي داخلين على مليون او مليون ونص ان شاء الله باذن الله السنه دي باذن الله، وممكن تزيد تصل ل 2 مليون ان شاء الله باذن الله اتعشم هذا، واللي جاي افضل ان شاء الله. وعلى 20-30 يحفزهم شيء ان شاء الله، قادرين نصنع الفارق دايما في كل المجالات بما فيها قضيه محو الاميه. محو الاميه لها تاثيراتها الصحيه والبيئيه والاجتماعيه، وبالتالي فإن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، محتاجين نعلم صنعة أو مهنة أو حرفة، وبالتالي نعلمه مفردات المهنة أو الحرفة حتى يكون قادر على التكيف والتأقلم والتوافق مع مفردات مجتمعه. مصر تستطيع والقادم أفضل إن شاء الله. عظيم. طيب زي ما كان الدكتور عمر بيقول إن الموضوع مش لجهة معينة، لازم يكون في تنسيق ما بين كل الجهات المعنية. انتوا بدوركم ازاي بيتم التنسيق ما بينكم ما بين الوزارة تمام وما بين الجامعات المختلفة يا دكتور محمد؟ نعم، ازاي بيتم التنسيق بينكم في الهيئة مع الجامعات المختلفة وكمان التعاون مع وزارة التضامن؟ الجامعات المصرية بما تمتلكه من موارد بشرية ومادية قادرة على تحريك المياه الراكدة في ملف محو الأمية حقيقة. هذا العام انتاجها زاد عن العام الماضي 172,600، انتاجها العام الماضي كان 395، هذا العام وصل ل 568,000، يعني اكثر من نص مليون الجامعات لوحدها. لو دخلت على الخط الجمعيات الاهليه 40,000 جمعيه، لو كل جمعيه 1000 بس، بنتكلم في 4 مليون في 3 سنين تخلص القصه. ممكن يقدموا ايه الجمعيات يا فندم؟ الجمعيات كل جمعية لما تيجي تعتمد أوراقها يطلب منها إن هي تمحو أمية 100 أمي، 500 أمي، على قد قدرتها والسعة الاستيعابية بتاعتها. المصريين لو تعاونوا في كل قضاياته إن شاء الله ربنا هيكرمنا في كل حاجة. المصري قادر يصنع الفارق دايما، وما حدث في العشر سنوات من إنجازات طرق وكباري ومطارات ومواني وبنية تحتية وبنية تكنولوجية يشهد لها القاصي والداني، ده تجسيد لقدرة المصريين على العطاء بكل تأكيد. طبعا بنشكر حضرتك دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، شكرا جزيلا لحضرتك.